العظيم ده والملايين اللي موجوده دي او مئات الالاف اللي موجوده دي الشعب ده اعظم مما هم كانوا يتصوروا. كل ما يفتكروا ان الثوره خلاص خمدت في الصدور بتلاقي الشعب كله حاضر في الميدان ويقول الثوره مستمره. هم بيراهنوا على ان الوقت هيعمل احباط عند الناس، بيراهنوا على ان حاله الاحتياط الامني والبلطجه اللي هم مش عايزين يقضوا عليها الناس هتكثر في الثوره. احنا النهارده بنقول لهم انتوا محتاجين تقضوا على البلطجه هتقضوا. احنا عندنا جيش مصري عظيم وعندنا قوات شرطه تسد عين الشمس، لو عايزين يقضوا على 200,000 بلطجي اللي موجودين في مصر كلها هيقضوا عليهم في اسبوع. هم مش عايزين يقضوا على البلطجه عشان نفضل خايفين، فعشان نفضل واللي موجوده في ميادين مصر كلها. لا لسه ما خلصتش.